السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم طلاب؟ إن شاء الله تكونون بخير. مع بداية هذا العام أتمنى لكم كل التوفيق، وإن شاء الله تكونون أبطال وتشدون حيلكم وتاخذون درجات عالية. سويا راح نحاول إن نخفف من صعوبة المادة ومن المشاكل اللي ممكن يواجهها الطالب بهذه المرحلة. أني الصيدلانية تقى، خريجة السنة، من الأوائل على الدفعة مالتي. إن شاء الله راح نبدي وياكم مادة الفارماكولوجي، وأول موضوع راح نبدي به هو الـ drugs used to control nausea and vomiting. مثل ما نعرف إنه النوزيا والفوميتنج هي عبارة عن unwanted side effect، فالـ side effect ما مرغوب به يظهر نتيجة فالـ clinical use the drugs. فالـ drugs أني معينة أني مستخدمتها، و notably used for cancer chemotherapy. وأكثر فئة راح تعاني من هذا الموضوع هي الـ patient اللي عندهم cancer واللي ياخذون الكيموثيرابي. ولكن أيضا يقول لاحظناها باللي يستخدمون الأوبيويدز، الـ general anesthetics والديجوكسين. إذا أخلي ببالي إنه أنا عندي 3 مجاميع راح يعانون بشكل كلش كبير من النوزيا والفوميتنج، هما مجموعة مجاميع الكانسر كيموثيرابي، مجاميع اللي يستخدمون الأوبيويد، الجنرال انستيتكس والديجوكسين. زين، they also occur in motion sickness. ايضا هذول اللي يعانون من شنو موشن سيكنس، هذه الاشخاص اللي يعانون من احنا نقول دوار السفر او اي شيء، يعني اللي مثلا من يصعد فد قطار، سياره، طائره، راح يعاني من هذا النوزيا والفوميتنج during early pregnancy. البريجنسي اكيد كلنا نعرف انه هي راح تعاني من بدايه البريجنسي مالتها، من البريجنت بداية الحمل مالتها يعانون من nausea of vomiting and in numerous disease state من هالمجرين. جماعة الشقيقة رح يعانون بشكل كبير من nausea والvomiting as well as bacterial and viral infection. الvomiting هو شنو؟ ودي يعرفه، يقول هو عبارة عن defensive response intended to rid the organism of toxic or irritating material. هي عبارة عن وظيفة دفاع، مثل فد عملية دفاعية يحاول الجسم يتخلص بها من المواد اللي تكون يعتبرها توكسيك وتسوي لي irritating المن للجي اي للجسم مالته، فده يحاول يتخلص منها عن طريق الفوميتنج. poisonous compound, bacterial toxin, many cytotoxic drug as well as mechanical distension trigger the enterochromaffin cells in the lining of the GIT to release mediators such as serotonin اللي هو ال5HT. يقول انه المواد السامة اللي هي poisonous compound، ممكن التوكسينز اللي تفرزها البكتيريال، ممكن cytotoxic drug مثل mechanical distension trigger the enterochromaffin كروموفين. هذه منطقة موجودة بداخل الانتستين على اللايننج مالتها، هذه راح تحفز لي انه ينفرز عندي هو يا ميدييتر يفرز عندي سيروتونين اللي هو ال5HT بالذات اللي هو من منطقة الانتيروكروموفين. هذه الترانسميترز تريجر سيجنالز ان ذا فيجال افيرنت فايبر، راح ينقل الاشارات عن طريق الفيجال افيرنت فايبر. The physical act of vomiting is coordinated centrally by the vomiting center in the medulla. بشكل كبير اللي سيطر دي على الvomiting هو ال vomiting center اللي موجود بالmedulla. Nearly 70% to 80% of patients who undergo chemotherapy experience nausea and or vomiting. يقول 70، شوف 70 إلى 80% من البيشنت اللي ياخذون كيموثيرابي راح يعانون من nausea and vomiting. لذلك حتى بالعلاجات يعني بترتيب العلاج وللأشخاص اللي عندهم كيموثيرابي، أول ما ينطوهم أنتي إميتيك دراج، بعدين يلا يبدون ينطوهم الجرعة، لأنه راح يعانون من نوزي وفوميتنج رهيبة، بحيث تخليهم حتى يبطلون ياخذون الكيمياء ويبطلون ياخذون علاج للكانسر مالتهم إلى هالدرجة توصل. Several factors influence the incidence and severity of chemotherapy induced nausea and vomiting. عندي فاكتورات معينة تأثر لي على الانسيدنس، على الحدوث، والسيفيريتي يعني شدة هذه النوزيا والفوميتنج اللي تصير نتيجة هذا الكيموثيرابي. منها شنو؟ منها الدراج نفسه، ممكن الدراجات اكو دراجات معينة بالكانسر تؤدي الى حدوث نوزيا وفوميتنج كلش قوية، بينما غيرها لا تكون باخف. ممكن الدوز، قوة الدوز اللي انا دا انطيه هي مثلا الدوز اللي تكون مثلا 20 تختلف عن الدوز 40، تختلف عن الدوز 60، هيج راح كل ما زادت الدوز انا راح تزداد عندي احتمالية وشدة النوزيا و الفوميتنج. الروت، طريقة إعطائها، السكيجول أوف أدمينستريشن، ممكن إذا كانت دوز على دوز بفترة يعني الفترة بيناتهم قليلة راح تؤدي إلى حدوث النوزي والفوميتنج بشكل أقوى.
and patient variables وأيضا تختلف حسب ال patient. For examples, young patients and women are more susceptible than older patients and men. شوف اللي يكونون صغار بالعمر واللي تكون بالخصوص ال women راح تعاني من nausea vomiting أكثر من ال patient اللي يكونون older واللي يكونون men. CINV اللي هي الكيموثيرابي induced nausea and vomiting. هذا نخلي المصطلح ببالنا. Not only affect quality of ما راح يأثر بس على quality of life ولكن ممكن يؤدي إلى شنو rejection of potentially curative chemotherapy مثل ما ذكرنا إنه البيشنت يبدي يرفض العلاج ما يرضى ياخذ الجرعات الثانية. In addition, uncontrolled vomiting can produce dehydration. إذا ما سيطرت على الفوميتينج وظل هذا البيشنت vomiting يدخل بحالة dehydration حالة الجفاف profound metabolic imbalance يصير عنده شنو imbalance metabolic imbalance و nutrition depletion يعني يصير عنده شنو احنا نقول عنده يصير عنده قلة بالتغذية لانه ما راح يقدر ياكل لانه هو vomiting راح يدخل بديهايدريشن ما راح يقدر يعوض فمباشرة هذول اللي يدخلوا بحالة الديهايدريشن مباشرة احنا نعطيهم parenteral nutrition لانه ده يصير عنده شنو يدخل بحالة انه ما عنده فد تغذية صحيحة بجسمه. زين نجر الميكانيزم ذات تريجر vomiting two brain stem sites عندي منطقتين بالبرين هي اللي تلعب للدور الأساسي بحدوث النوزية والفوميتينج تلعب كي رول بالفوميتينج ريفلكس باثوي اللي هنا يا هي أخلي ببالي الكيمو ريسبتر تريجر زون وعندي راح أخذ الفوميتينج سنتر. الكيمو ريسبتر تريجر زون هي عبارة عن كولكشن أوف نيورون موجودة بداخل وين بداخل البرين وين موجودة بالضبط بالإيريا بوستيرما اللي هي بالمدلة يعني موجودة بداخل المدلة لكن شنو تكون بالجهة اللي تكون بوستيرير مو انتيرير واسه راح نعرف نعرف ليش ويعني نكمل المحاضرة راح تكون واضحة عندنا بشكل كلش كبير شنو اللي نقصده بهذه. It is outside the brain the blood brain barrier thus it can respond directly تتحسس بشكل مباشر لأي chemical stimuli بالبلد أو بالسيريبروسباينال فلويد. هذه المنطقة اللي هي الكيمو ريسبتر تريجر زون تكون قريبة على السيريبروسباينال فلويد زين السي اس اف فبالتالي أي تغيير أي chemical بالضبط يعني بالذات الكيميكال ستيمولاي راح يأثر عليها وبشكل دايركت راح تتحسس إليه. The second important site اللي هو يا هو الفوميتينج سنتر هذا راح تكون يعني شو نقول أمام هذه الكيمو ريسبتر تريجر زون هم داخل المدلة which is also located when بالمدلة coordinates the motor mechanism of vomiting هي اللي راح يسيطر على الموتور mechanism of vomiting. The vomiting center also respond to efferent input from the vestibular system هذه راح تتحس يعني تستجاب المن لكل ال input يعني كل الإشارات اللي تتجيها من الفستيبولار سيستم. الفستيبولار سيستم يقصد به ال internal ear يعني الأذن الداخلية وأيضا تتحسس المن للبريفرالي اللي هي الفارينكس والجي اي تراكت. The higher blood brain stem and cortical structure أيضا البرين ستيم والكورتيكال ستراكتشر اللي هو يقصد بيها بشكل أساسي السيربرال كورتكس. The vestibular system function mainly in motion sickness sickness اوكي يعني يقول انه الاشارات تجي من الفيستيبولار سيستم هي بشكل اساسي يعني الاحظها بحاله الموشن سيكنس. المين نيورو ترانسميترز انفولد ان ذا نيورو سيركيوتري اوف فوميتينج ار اسيتايل كولين هيستامين سيروتونين دوبامين اند سبستانس بي. اذا احنا قلنا مو بس السيروتونين هو اللي راح يكون هو النيورو ترانسميتر اللي راح يحفز لي ان يصير عندي نوزيا وفوميتينج وانما ايضا الاسيتايل كولين هيستامين سيروتونين دوبامين سبستانس بي. ايميتيك اكشن اوف كيموثيرابيوتيك ايجنت الكيموثيرابيوتيك ايجنت استيمولايت اميسز ايدر سنترالي اور بريفرالي اوكي يعني راح يحفزها اما بشكل سنترالي او بريفرالي. سنترالي انديوسد اميسز باي دايركتلي اكتيفيتينج ذا ميدلري سي تي زد بشكل سنترالي هو راح يحفز شنو السي تي زد او شنو الفوميتينج سنتر. سيفرال نيورو ريسبتر انكلودينج الدوبامين ريسبتر تايب 2 والسيروتونين
وسيروتونين تايب 3 بلاي كريتيكال رول. هذول يلعبون دور كلش اساسي. عادة ممكن الكيلر السميل مالت الكيموثيرابيوتيك دراكس ايضا يؤدي الى حدوث الكيموثيرابي. يعني اكو بعض الاشخاص حتى مجرد انه يسمع انه هو راح ياخذ فجرعه كيمياء يصير عنده نوزيا وفومتنج. ممكن بس يشتم رائحه معينه يصير عنده نوزيا وفومتنج. كيلر معين الوان معينه تؤدي الى حدوث النوزيا والفومتنج. واكثر شيء الاشخاص اللي يعانون هذا الشيء جماعه الميجرين يكون ما يتحملون لا كيلر ولا سميل ولا هذه، وبسهوله يصير عندهم نوزيا وفومتنج. Even stimuli associated with chemotherapy can activate higher brain center and trigger emesis. هذا راح يحفز للبرين سنتر ويحفز لانه يصير عندي emesis. Chemotherapeutic drug also act peripherally. ايضا تشتغل بشكل peripherally by causing cell damage. يسوي لي cell damage وين؟ بجاعتي. And by releasing serotonin. يصير عندي افراز اما للسيروتونين الانتيروكرومافين قلنا هذه المنطقة الموجودة بالسمول انتستين. سيروتونين activates الريسبتر on vagal and splanching efferent fiber. راح يحفز لهذه المنطقة منطقة الفيجل وسبلانشينج فايبر واللي راح تسوي لي تسوي لي كير للسنسري سيجنالز. راح يعني تحمل لي كل هذه الإشارات والمن المدلة وتؤدي إلى حدوث الإيميتيك و يعني يصير عندي إيميتيك ريسبونس ويصير عندي نوزيا وفوميتينج. وهيك راح نتوقف وإن شاء الله بالمحاضرات القادمة، لأنه هذا مجرد في التيست من خلاله يعني إن شاء الله أكون وصلت لكم فكرة مبسطة. بالمحاضرات القادمة نكمل الباقي اللي يشتركون ويانا.